واخا نقدر نجاوب على هذا السؤال الا كان مهم، واش نبان في التلفازه ولا ما نبانش في التلفازه؟ واش شي مهم كتتسناوني زمان نبان في التلفازه؟ ما انا ما تنتسناش راسي نبان في التلفازه، لان بالنسبه لي التلفازه واحد المرحله اللي عاونتني بزاف في خدمتي، ولكن ما محتاجهاش دابا لانني دزت لواحد المرحله اللي هي اعمق من التلفازه. يعني ما يمكنش نبقى نشد فيلم نخدم عليه عام وتجيني بروجي ديال سيري فيها 3 موان ونمشي نهرس لا كونسونطراسيون ديالي على ان بيرسوناج اللي بالنسبه ليا تري امبورطون بوغ ان فيلم ماشي اون سيري، ونمشي ونرجع ما تبقاش هاد لهنا لهنا. انا مع كل واحد الشوا ديالو، هذاك الشوا ديالي. ما عطاتني والو، ما زدتني افلام في شخصيتي. تنظن الواحد كيتولد بحال هكذا، كل واحد وشنو عنده في الجينات ديالو وكيبقى مكمل عليها في حياته. مي شنو خلاني نكون بحال هكذا؟ جو بونس انا بحال هكذا اصلا، ماشي ضروري داكشي اللي عشتي هو اللي كيرجعك شكون انت. دي فوا مي دي فوا كاينين دي بيرسوناج ديالي هما اللي كيخليوني انا، وانا كنخلي هذوك لي بيرسوناج هما. سي بحال هكذا خدم. انا كنخدم المخرجين كاملين اللي خدمت معاهم حيت اختاريتهم باش خدمت معاهم، دونك بيان سور دازو بيناتنا بزاف ديال الحوايج وكاملين كنحترمهم وكاملين زعما عشت معاهم شي حوايج اللي عاونوا البيرسوناج ديالي باش يقدر يكون هو هذيك الشخصيه اللي مثلت. ما عرفتش شنو نقول لك، مي تنظن بلي داكشي ديال احنا في تطور ملحوظ ملموس، داكشي انا ما تنبغيش نقولو لان خاص انا نقدر ندوي على السينما. داكشي اللي كندير انا اكتفيت من انني نبقى نقارن او انني نقول فين وصلنا، حيت هذاك الشيء ما كيخليكش تخدم، ما كيخليكش تبدع، والابداع ما كيحتاجش انك تفكر في هادشي. الابداع كيخليك كيحتاجك انت غير تفكر في هذاك الشخصيه اللي كتمثل وتكونسونطرا معها وتخدم. اما فين وصلنا ولا فين وصلوا هادوك ما كيعاون حتى شي حاجه في الابداع. انا كنتعصب، كنقدر نتعصب مع راسي، نقدر نتعصب مع الشخصيه ديالي، نقدر نتعصب، ما نتعصب. شنو كنتعصب؟